وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا صادقين، اللهم اجعلنا من اهل التقى والاستقامة والصدق والاخلاص لك يا ربنا، انت ربنا الاوحد، لك الاسماء الحسنى وكل الخطايا تغفرها ان لم تكن مصبوغه بالشرك. اللهم اجعلنا من يقهرون الخطايا حتى لا تقع او لا تكرر يا ربنا، امين امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورضاه. الان سنلقي نظره بفضل الله تعالى وبركاته على آيات ختمت بها سورة الزمر. الزمر لجروب، زمرة وزمرة، شلة وشلة. الزمرة هما يوم القيامة، زمرة أو زمر تساق إلى الجنة وأخرى إلى الجحيم والعياذ بالله. ننظر إلى هذه الآيات. شوف سيق الذين كفروا، بعد يذكر سيق الذين اتقوا، حاولوا عملوا مقارنة وموازنة وتختاروا بعد ما تراه صالح لكم. الآن أما بعد ما عاد كل واحد منا ما يزول شعره أنه الثاني من الجاي يندرى يختم له أم لا، لأن أجله يأتي لا يرد ولا يرد، قدموا حد ولا يأخروا حد، اللي قرروا بمشيتهم. وهي المدابك انت عندك فسعة، اختاروا نفسك، ما تكونش عدوا لها، ما تكونش انت السبب بجهلك وغطرستك في شقائها الأبدي. حاولوا ثم، لأن احنا قاعدين هنا بينكم كمعالجين لجهلكم ولغفلتكم وتنطعكم. كل إنسان لازم يصاب بهذا، اما ان يستمر في هذا فليس هو بمعنى الطريق الصحيح، ليس من هو ناصع لنفسه ولا يريد لها هنا، ما يريد لها كلا شقاء. لحد الان الله خاصة الذين يدعون الاسلام هم اول الاشقياء، ها كل يجريوا على الدنيا وما يسمع منهم حد، خاصة نساهم والعياذ بالله، وعلموا صغارهم وغلطوهم، علموا كل شيء سهل إلا الحمامة والقرب منهم وتطلع على ما يشغل بالهم، هذا لا. أما لا خوف المفيد اقلب وجهك، هذا إسلام، والله ليس بإسلام، هذه قسوة وأنانية ونفاق وعدوان، يعني مستحيل باش تكونوا مسلمين إلا أن تتوبوا إلى رب العالمين. فوجه الإسلام هي هذه الأخلاق السيئة، الأخلاق الأنانية والكذب والغدر والخيانة والجوسسة والكل، تعطيني الكل الأحزاب حتى الأحزاب الدينية. أغلبها من تستعمل الجوسة، هيا مع العدو تتقي شره، أما الجوسة فيما بين الأعضاء والجماعات الصغرى شيء فوق الخيال. من ليكم الإسلام؟ أنا قانون تجسس، أنا أراك عيبك من تجسس عليك ويهدي لك عيبك من تفسد عيوبك. هو الاسلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان يجيني واحد ب 73 عذر مثلا، انا اضيف له عذر وعذر وعذر، هذا هو الاسلام. كذلك رب كله الصديق رضي الله عنه ومن اتبع سبيل الرشيد محمد عليه الصلاه والسلام، كلهم التزموا يغض البصر احترام الحرمات بلا عدوان الا على الظالمين والمجرمين. وين نحن؟ وين العذاب اللي عند ريحة الاسلام؟ وين؟ ولهذا انا نحذر هؤلاء الاحزاب قبل اخوهم انت وانت والعياذ بالله. تحدثت على عدة احزاب قلت لكم ماشيين للهاوية وكارثة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحطوا الاحزاب كيما اذا تونس النهضة على ما يبدو لي لعبة، هي اللعبة
زار قتل بعض العناصر لما تجمعوا دخلوا في الحزب هذاك وبعد فرقوا شمل. هذه حيلة سياسية قد تجوز لأن يعني الخديعة لابد منها، لأن تونس لم يكن في الطريق الصحيح الاستجابة لنداء المولى. ما تونس، تونس هي أرض ربي عطاها لك الكنت والجماعة اللي معك لعلكم تتقون فيها وتحسبوها وطن لا نفاق فيه ولا عدوان عليه ولا جوسة ضد مصالحه ولا نهار كل ماشيين جايين على السفارات وتقاضوا عليكم الجواسيس من كل مكان يعطيكم تعليمات خاصة الماس ميديا في العالم العربي، العالم الإسلامي ماهيش ماس ميديا إسلامية. اتقوا الله على القليل، اتقوا الله راكم خربتوا حياتكم وقاعدين تخربوا فيما بعد مماتكم. نحن هنا على القرآن كمعالجين ماشيين على ضرب التعليم الحقيقي ويقوده التربية الإسلامية ارتضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى وطبقها بحذافيرها نبينا عليه الصلاة والتسليم، وهو نبي المرحمة ونبي الملحمة، وهو بطل أبطال وبلا طبول بطولته واضحة بطولة إخوانه عليهم السلام جميعا، هي بطولة نؤمن بها ونقتفي أثرها ونستلهم خيراتها وأسرارها. نقول الآية التالية وعلى وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زو العياذ بالله من الله شيء يخوف العياذ بالله وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زو إلى ثمار اختاروا شو شيء فوز فوز من شيء جهنم أو شيء فظيع شيء يدخل الهلع يزلزل الناس. من القرآن نظرة صحيحة نظرة موضوعية مش نظرة تا واحد يشك في كلام ربي مش كلام ربي ولا يحب يهد ويتعدس القرآن ولا يحب يتحمسه من غير التزام. يتحمس القرآن وبلاش التزام بس هو المزور في جايب من في صالة التزام به يعني رب كلام رب العالمين مش يعني حكاية كلها ببساطة كل صادق مع الله تكون من أحباب القرآن ومن تبعين بس بيسره وبركاته. وثيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة حتى الأفلام تزوج تصور لك هذا ولا المسارح الكل ولا الأشعار حتى إذا جاءوا ولا يأخذوا أو أما سوق ثم وصول لك بئس هذا الوصول. تصور أنت جماعة خرجوا على يوم مش يعملوا بيكنيك ويرتاحوا ويشربوا وياكلوا من الضغطات ويفسدوا في بعضهم سواء كان جنسيه غيريه او مثليه ولا مجرد فاذا به ربي سبحانه وتعالى بمن سباك وعالم بما قصده وعالم بتامرهم على الفضيله بعد هيك وشاو جاو في مكان مش جي بعين تسونامي ولا وزيرك تربة معناها اختبر تطبيع المياه فسقطها لتكفينهم هم أحياء من هذا وأد جماعي ويتكرر عبر التاريخ مش هما فوق وأد متاع سدوم وعمورة فقط سدوم وعمورة إنه وأد من أنواع شتى وقعدوا تروا فيه تسمعوا فيه اللي هذا خذوا العبرة للناس خذوا العبرة وثيقة الأولى تكونش منها وثيقة ثانية يكونوا من المتابعين بها. وثيقة الذين كفروا إلى جهنم الزمرا حتى إذا جاءوها والعياذ بالله استغفر الله العظيم شيء مزلزل ويبعث على الخوف الشديد لا فتحت أبواب فم القراءة فتحت من شدة الهول فتحت أبوابها سبعة أبواب الجنة ستة سبعة لا ثمانية لأن يعني الريان هو يدخل له الصائمين بحق صوم رمضان صوم الدهر ستة من شوال
الحسابات مع ربي كلها رابحة، تجارة رابحة ليست كاسبة. مش اللي هذا تو عنده تجارة يخاف قصودها نهار تمر عليها مواسم وما يلقاش يلقى له مخازن ما يخرج، ولا كان يحسبه باش يجبر ولا هما حصلوا منه مقطع. النساء تعلموا تعلموا، الدار هذايا بتبالكم متقلب، الله أراده كمنها كاختبار، ليش مثلا كما تصورها، لا مالك مش يخلدك ولا أولادك مش مصرح، ما ينصرك على ربي ويخلد يكون إلا في الجنة أو في النار، أما في الدنيا لا، كنا سمعنا سهل من نشرب كأس الموت، شربه وأنت مؤمن، تعود يا رحمن وواضح عنه، خير شربه وأنت مسخوط عليك. ولا لا ينفك لحزبك ولا شفنا احنا الاحزاب سواء كان في تونس او مصر اللي راه يقول هذا دائمين وما يزلزلهم حد وما يفك اوصالهم حتى حد، فاذا بيه اللي في تونس هرب وخلاهم مورطين، اللي خذته خذها القمع خذها، واللي هرب يقولوا في صعب ولا حرق وبطرق شتى حرق، لكن ما مشاش وقع امنه وقع عذابه، فما نرجع لي انا ما عادش اتحمل عذاب اللي يكون كل لحظه يتوقع شيء ياخذونه ويسوقونه الى التحقيق ثم الى المحاكمه ثم الى السجن. لو كان جد الدنيا قلت على عيدي راهم بكري يخدم، كان جد الدنيا راهو الشنق والنفس بالنفس راهو مبكر للراديو تاع اليوم، لكن وقت اللي جيتوا باسم الاسلام عطلتوا كل ما هو تعليم الاسلام الربانيه، وراكم ربي اللي احزابكم لم تشفع لكم، ولحد الان مازال من يقول لك انا تو عملت حزب دستوري حر، تم دستور وقتاش كان فما دستور سابق، وقتاش كانت البلاد حره، البلاد العربيه كلهم مسلمين الى قليل منها تحت استعمار الان، وتحبوا لا تكرهوا والتاريخ سيوضحكم. اذا اللي قاعدين انتم تتحمسوا بعد ما ضغطوا وهبطتوا وجوهكم وغيبتوا الناس عن حضوركم على الساحة التونسية والمصرية، وقت اللي مكاح الجو ما فماش هيك بعطشة كان أوان هيك مرتعشة، خرجت وقلت واه رفعنا السلام، لمن ترفعونه؟ ترفعونه بتاريخكم الظلامي، تاريخكم الدموي، تاريخكم اللي ما احنا اللي مش سياسي المسلمين على القرآن، اللي لونكم من أعاجيب العدوان والتهم الباطلة والسجون بدون حق والمحاكمات السورية والتعذيبات وخذات كل أطوار وجبتوها الأطوار من كل مكان، باش تحبوا تنكسونا على ما لا تنكس أعلامنا، بل يرفعه الله ونحن هنا كالأمجاد الرعيل الأول عليهم رضوان الله وسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى، أعلى من نوع كيما تتصور بالكم البطولة اللي انتم تراوها في مخيلتكم، تراوها في مسارعكم القديمة والجديدة، تراوها في أفلامكم، تراوها في متخيلاتكم المريضة، احنا بطولتنا ليست هكذا، بطولتنا حقيقية، أعلى. البطولة بتاعنا ما ليس كمثلها بطولة، وهذا التاريخ كله يشهد بذلك. المسلم من وقت بني آدم عيسان إلى نهاية هذه الدنيا الأرضية اللي أغلبها ظلم وعدوان ودموية، أعلى بطولتها من نوع خاص، من سكبها ربي على شخصيتنا وارحمنا بها وزينا بها وميزنا بها. لهذا انتم قاعدين تموتوا بخيلكم، لا حزب الا حزب المولى، واي حزب اخر مهما ادعى انه مسلم ليس مقبول كما يتصور ما المنتسبون اليه، لانه ما دام ما ماشي ابتغاء وجه ربي، ابتغاء قال انا مش نحب نشارك في الميدان السياسي باش نضوض عن فرض الاسلام الاسلام، لا هو ربه اللي يحميه، وربي يحب يبعث حزب من يكون عنده أركان يبارك فيها ربي سيبعثه، ولا مش حاجته حد شيء لا دولة إسلامية ولا حد شيء،
ولا دستور اسلامي، فماش الله ليس بحاجة. اما نحن ان كنا في مستوى ما جاء به الاسلام من تعاليم واسرار، نحن علينا تقع فريضة انشاء هذا الحزب، حزب الاسلام، يعني هو حزب الله الحقيقي، لا اسلام، حزب الله الذي انشاه انا كما تقول انت اغلب الشيعة الفاجرة المنحرفة. لكن احنا لا نقل من قيمتهم القتالية، احنا نشهد بذلك. كانوا وراءوا بني صهيون ماذا يعني الاسلام حين يولي حي في الانسان وتعطيه روح قتالية حقيقية، لان القاتل من اجل حرمة هذا الدين الحنيف. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها والعياذ بالله 19 ما بين شعب الودن كتفوا مسافات ومسافات، مش تعرف تخبط اللي انت مش ولي ضرس الجبل من النار، دموع الدم وقيح في النار، رب لا هول كبير ينتظر فيكم، هول الدنيا لا يسوي شيء. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتهم مصايب راهم صايب راهم لا هو سيري كيما تقولوا سيري تلفزيون بقيت ننساكم سيري تلفزيون فيها حتى 200 حلقة المفيد بعدكم عن ذكر الله وتفكير في مصيركم المفيد هذا هذا بنو صهيون اش خطوكم؟ اعطيني اي محطة ولا اي مكان في العنكبوتيات ما عندوش التخدير هذايا والتمريض والعياذ بالله الذي ياتي جرم الوبيل والعذاب العظيم مش حاجه سهله عليه مش اشياء مربوطه ببعضها. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى ولا زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم اي علمت الكبير كل موجوده فيكم وخارجكم وينذروكم والمعجزات مش بضروره تجي على يد الانبياء عليهم السلام المعجزات شوفوا العلاجات القرانيه كيف تجلب الخروج من ضلالات كانسان عمره مسلم وليس بمسلم تري اخذاء الاسلام كما قلنا هاك المقاربة البارادوكسال هذيك قلنا هي تخليك ترجع للإسلام تو أنت في البداية كنت مسلم لكن المعالج القرآني يعرفك مش مسلم أنت متعاطف أما مش عايش في الإسلام وقت اللي هو يعلمك من غير ما شعرك ما تقولوش كل شيء هذا المعالج هذيك مش يقول كل شيء مش يفسد علاجه ما يتمش لأنه أنت في طبيعة العناد كم يقول كل شيء شنو شو البرنامج الحقيقي مش البرنامج القومي بالوقت يتفرجوا معاش ترجع ديجا راهو ناس كل اسمه نعم ما كاش تواضع شنو يعرف تيار القران القران ما علمناش به يعني وكانوا الانسان احنا نتفرقوا به قراوا على الموت ما علمناش به شو وزن شويه هذا جابكم يخليكم تقولوا هذا لكن وقت تحتكوا بينا منية صافية ترى أعاجيب القرآن وخيرات الإنسان القرآن وخيرات الإسلام وخيرات الحياة القدسية وخيرات الحديث النبوي الصحيحة على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهذا العلاج المفارق ما يتم على أحسن وجه إلا بأهل القرآن تلت ممكن أدوكسا حنا عطيني دي ديكتي تعليمات كل بوزي بارزي حتى نعوفك فيها في كنت عندك خصام ظالم ولا مخدرات اللي قاعد تكلف في ماء تركب من خلايا نبيلة في المخ بتاعك اللي هي اصل كل ملكاتك اللي هي تخليك متميز على حتى الملائكة عليهم رضوان الله متميز
تعرف قصة أبينا آدم عليه السلام مع الملائكة ومع إبليس الذي يأس من روح الرحمة. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم، يعني إنذار وراء الإنذار ونبلش فيكم. هذا تم حتى يدعي الإسلام هو بعض باطل، الإسلام باطل يقبل والله مثلا ليس أهواء دي باسيون، سي با باسيون الإسلام، سي دي فري، سي دي كونكري. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي ربكم وينذرونكم. قد اسم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا شكون استفاد الى قلة بريان، يعني ان الانس والجن لا يفقهون شيئا في الوقت اللي كل واحد منهم برحل، كل حزب ما لديهم فرعون تحسبهم جميعا كلهم شتى، يعني امور مخروبه بالتمام والكمال. يقول لك احنا النظام احنا التمام احنا المخلصون، تبدا خلص نفسك انت قبل ما تقول لي عضو في الحزب. انا ما احب الجيل الشاب، جاب استقلال كامل، جاب اسلام من مفبرك في 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 ارض فرنسا وفي فرنسا وعطوه على مقاس هما كما يحبوا باش يخدروا به المغفلين مما يدعو الاسلام. فانتظر تحيه، فكان الاسلام تراجع وزيد تنبلى ضعف الذين كانوا يدعون انهم يحافظون عليه ويذودون عنه. جمعت زيتون العلم رحمه الله، جمعت زيتون العلم رحمه ربنا الحمد لله. يوم حبيب مسدي وغيره قال الله يرحمه من عمه حياة وموت. هؤلاء نعم الناس ولا أهل الأزهر الشرفاء، نعم الناس احنا تعلمنا عليهم، اعلم لهم دائما بكلمتهم في الإذاعة ولا في الصحافة ولا في المجلات الدينية، اللوجو خطب جماعية لأن الناس على الثقة، وإن كان بعضهم يفيش وما قلبه خالي من الإسلام. على كل حال تعلمنا، قول قول وترك فعل، تعلمنا والحمد لله. والحمد لله يا ربي من حببنا في هذا التاريخ، طريق تحصيل المعلومات الصحيحة عن ديننا حتى نعرف ربنا حق المعرفة، ونشكره حق الشكر، ونخشاه حق الخشية، ونرجو عطوه حق الرجاء. الحمد لله. ألم يأتيكم رسل منكم، منكم مش من الملائكة، منكم يتلون عليكم أخا عاد أخا ثمود أخا. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. تلاوة يا رسالة، عند فن تلاوة وضوح وخمس حروف دقيقة، صوت ممتاز يخليك رقيق الإحساس حتى تقبل أسرار القرآن وتعمل بها. وينذرونكم مع هذا الكل تلاوة وإنذار لا فائدة، سكارى وجهنم لقاء يومكم. وينذرونكم لقاء يومكم، هذا اللي قصدوا حره وشقاءه وبؤسه وشدته. قالوا بلى، هذا وقت جوابك بلى لا يفيدك به شيء. الجمهور الكل على بعضه شكارة وجنة، هذا إذا كان ربي قدركم مش تدخلوها شكارة بعض، يظل أموركم ما عادش تخليكم حوالكم تفكروا تخرجوا في شكارة ولا في شكارة. احنا رانا نسخر ممن حق عليه القول، لا نسخر ممن يقول لهم ربي باش يرجعوا. احنا ربما سخرية، ما احنا ربما سخرية لها مفعول إيجابي، حين السخرية يحس الإنسان أن يكون كلام كنا بغير إطار السخرية ما كان يدخل وينفذ في أعماقه. ولهذا سخرية نحن ليست مقصود لا شر، سي با توندونسيو، نوتر أمور إلي كونستركتيف إلي بوزيتيف إلي با بيجوراتيف. قالوا بلى لكن حقت، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني الكلمة على الكافرين إذا تم كما أراد الله.
حيث نفاقكم وتكبوا فيسترا وكلاكلي التالور سنمارسوا على الجامل ساشي لبيع et on vous le dit comme il faut avec toute la clarté qu'il faut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.